السلام عليكم. اليوم غنحاولوا نتكلموا على كيفية تحقيق المستوى 9% وانطلاقا منه نوصلوا لمستوى مدير 22%. بالنسبة للمستوى 22% اللي خصنا نعرفه هي القاعدة الأساسية، هو أن النقطة كتساوي درهم و25، بمعنى 100 درهم كتعطيك 80 نقطة و500 درهم كتعطيك 400 نقطة. دونك كيفاش غادي ندير باش نحقق المستوى 9%؟ غادي نحاول نسجل معايا 6 ديال الناس، وكل واحد من هاد الناس خصو يخدم ويجيب ليا 800 نقطة، ونجيب حتى انا 800 نقطه. كيفاش غادي ندير؟ خلال الشهر خص كل واحد منا يدوز على الاقل واحد جوج ديال الطلبيات فيهم 500 درهم، بحيث الطلبيه كتعطينا 400 نقطه، وكنجمعوا في جوج ديال لي كوموند 800 نقطه لكل واحد. دونك انا والمجموعه ديالي اللي فيها فقط 6 الناس، الى دوزنا كل واحد فينا جوج ديال لي كوموند 800 نقطه، غادي يكونوا عندنا 7 الناس دوزوا 800 نقطه، اللي هي 5600. 5600 غتعطيني مباشره المستوى 9%، وغادي ناخذ 504 درهم كما كيبان هادشي في بلان كوميسيون. بهذه الطريقه غادي نحاولوا نخدموا على المستوى ديريكتور اللي هو المستوى 22%. الو هادوك 6 الناس اللي جبت قبيله خصتهم باش يوصلوا للمستوى 9%، كل واحد منهم يجيب 6 الناس ديالو ويدير نفس الخدمه اللي درت انا في الاول. دونك عندي تحت مني في الريزو 6 الناس، كل واحد غادي يوصل للمستوى 9% غيجيب معاه 6 ديال الناس، وغادي يجمع هو 5600 نقطه اللي جايه من الريزو ديالو. دونك عندنا 6 ديال الناس 5600 نقطه لكل واحد، غتعطينا 33600. وانا كذلك مع الربع شدي غنجيب 6 الناس غيعطوني 4800 نقطه. هاد 6 الناس اللي غنجيب، زائد انه انا خصني ندير الشرط الشخصي ديالي اللي هو 900 نقطه، حيت انا خدام على المستوى 22%. دونك عندي في 22% خصني نجيب 900 نقطه، والجروب يدير لي 39000. دونك كل واحد فينا من دوك الناس اللي قيدت غادي يجيب 6 الناس وغيوصل يجمع 5600 نقطه، وبالتالي غادي نحصل على مجموع 33600 في الريزولت الثاني، 4800 نقطة اللي جاييني من الجروب ديريكت اللي عاد سجلت، و 900 نقطة شخصية اللي كيعطيني التوتال ديال 39500 نقطة ما بين الريزو ديالي و لي بوان بيرسونيل. دونك مباشرة حققت الشرط لأنني فت 39000 نقطة، أنا جمعت كثر، وأنا في هذه الحالة وصلت للمستوى ديال 22% اللي هو المستوى ديال دايركتور. الحالة غادي نتخلص 5666 درهم. كيفاش جاتني؟ بالنسبة ليا كما ثبتوا معايا أنا وصلت لمستوى 22 وجمعت 39500 نقطة، اللي هي غناخد على 22% اللي هي 8690 درهم. ولكن عندي 6 ديال الناس في المجموعة كلهم داروا المستوى 9%، وكل واحد من دوك 6 غياخد 504 درهم اللي هي 3024 درهم ديال المجموعة ديالي اللي دايرين 9%، وبالتالي أنا كناخد الفرق بيناتهم اللي هو 5666 درهم.